الأخ عبد الباسط التريكي من سوق الجمعة يسأل عن حكم تمثيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلسلات وغيرها. هذه المسألة يعني بحثت في المجمع الفقهي في جدة، وتضاربت فيها الأقوال. وأما رأيي أنا فيعني أن هذا ممنوع، لا يمثل الصحابة في مسلسلات ولا غيرها، مع أنها يعني انقسم الناس فيها يعني في المجمع إلى قسمين، وأنا من المعارضين الحق. نعم، نعم. بارك الله فيك شيخ.